بلا ما نتكلموا على هذا العفو، واش عفو اضطراري ام عفو اختياري؟ واش عفو جاء بسبب الضغوط السياسيه والحقوقيه والشعبيه، ام جاء بمبادره ملكيه خالصه؟ حتى حزب الاحزاب ما قدرش يدير حتى شي مبادره ديال العفو يقدمها للملك، لكن هذا الشيء اللي عطى الله. مرحبا بمتتبعي موقع ريحانة بريس. في هذه الحلقة غنتكلموا على العفو الملكي الأخير، نحاولوا نحللوا الأسباب ديالو، التداعيات ديالو، طبعا من وجهة نظري. واش العفو الملكي مصالحة وطنية من أجل المصالحة الوطنية، أم من أجل تفادي السكتة القلبية أو الموت السريري الإكلينيكي اللي كيعيشه المغرب؟ باش نجاوبوا على هذا السؤال نرجعوا شوية للوراء. في سنة 1994 الملك الحسن الثاني خدا واحد القرار كان مهم جدا، هو إصدار عفو شامل لجميع المعتقلين بجميع التوجهات ديالهم السياسية واختلاف الإيديولوجيات ديالهم والقناعات ديالهم الفكرية، سواء إسلاميين أو يساريين أو حتى انقلابيين. كان استثناء بسيط. هذا العفو خلى واحد الأثر إيجابي على الحياة العامة في ذلك الفترة، على مستوى الحياة السياسية والحقوقية والثقافية والاجتماعية. ومن بعد غتعرف في هذه المرحلة مصالحة وطنية مهمة غتساهم في انفراج كبير في كل المجالات. وفي خلال هذه المرحلة بعد المغرب كيوجد لواحد المرحلة سميت من بعد بالتناوب الديمقراطي، اللي غيساعد كذلك في انفراج في المجال ديال الحريات العامة في المجال الإعلامي، بظهور عدد من الجرائد المستقلة وانخراط جزء من الحركة الإسلامية في العمل السياسي كحزب عدالة وتنمية، اللي كان المهندس ديال هذا الانخراط هو الراحل إدريس البصري. هذا التحول المهم غيساهم فيه التحول اللي كان في العالم كذلك، خصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط جدار برلين ودخول العالم الى مرحله القطب الواحد بقياده امريكا، وظهور ما يسمى بثقافه الحريه والديمقراطيه وحقوق الانسان وانتشارها في العالم. حرب الخليج ايضا الاولى غتساعد في وعي الشعوب العربيه وفي الوعي الجماهيري، ومن ضمنها طبعا الشعب المغربي عن طريق مجموعه من المسيرات والمهرجانات، مره كانت بسبب حرب الخليج، ومره بسبب العدوان الصهيوني على فلسطين، ومره اخرى بسبب حرب البوسنه والهرسك. في هذه الفتره كان المغرب على مشارف السكته القلبيه على حد تعبير الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله. السكته القلبيه في الوضعيه الاجتماعيه، السكته القلبيه في الوضعيه الاقتصاديه الخطيره اللي كان كيعاني منها المغرب، واللي خلات الملك الحسن الثاني يعترف للشعب بحقيقة هذه الوضعية، بغض النظر على شكون اللي كيتحمل المسؤولية ديال الوضع الكارثي اللي كان، إلا أن الملك كان واعي بخطورة الوضع. هذا الوعي غيخلي الملك يطلق جوج مبادرات مهمة. الأولى هي الدخول في حوار سياسي مع الأحزاب الوطنية المعارضة آنذاك. وفاش كنقولوا أحزاب معارضة، فعلا كانت معارضة، أحزاب معارضة، ماشي بحال هاد الاحزاب اللي كاينه دابا معارضه فقط من اجل تاسيس المشهد السياسي، لانها تباعت منذ مده وقبطات الثمن ديال السكوت ديالها، قبطات السكوت ديالها وديال الدور ديالها كاحزاب كتدافع على الشعب المغربي وهموم الشعب المغربي. اذا هذا الحوار السياسي كان من اجل التهيئه لتناوب توافقي باش يمتص به الملك الازمه السياسيه. المبادرة الثانية هي إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من أجل امتصاص الاحتقان الاجتماعي. أما حل الأزمة الاقتصادية تم التأجيل ديالها من بعد ما تجي حكومة اليوسفي وتأخذ المسؤولية، ويتم تطبيق سياسة الخصخصة كحل ترقيعي للأزمة، ويوجد المرحلة التالية لوريث العرش الملك محمد السادس في جو من الاستقرار السياسي وضمان انتقال سهل وسلس للحكم. هذه المبادرة أو الانفراج السياسي بهذه الطريقة اللي خطط لها الملك الحسن الثاني رحمه الله غتفاجئ الجميع، سواء المعارضين أو المؤيدين لنظام الحسن الثاني. حتى أنه يقال أن الشخص اللي كلفه الملك باش يوجد لائحة المعتقلين اللي غيتم العفو عليهم غيدير لائحة صغيرة كتضم مجموعة من سياسيين صغار قلال، لأنه خاف يكتب فيها أسماء كانوا معروفين بالمعارضة الشرسة للملك. لكن الملك غيعطي أوامر بتوسيع لائحة المعتقلين من أجل الدخول في مرحلة سياسية جديدة، ومن أجل الرجوع بالبلاد للاستقرار
والهدوء. وفعلا داك الشيء اللي حصل وسمي بالمصالحة الوطنية، لدرجة أن الكثير من السياسيين والمتتبعين غيتسألوا كيفاش واحد كان متورط في عملية انقلابية يولي وزير أول، وكيفاش النظام يقبل بالعفو على انقلابيين ومعارضين صدرات في حقهم أحكام بالإحدام. هنا غتبان حنكة النظام المغربي، أو بالضبط دهاء الحسن الثاني في تغريب المصلحة الوطنية، أو بتعبير أدق تغريب مصلحة النظام، خصوصا من بعد ما عرف خطورة الوضع والسكتة القلبية اللي تقدر تعصف بالنظام كله. السؤال اللي غنطرح في هذه الحلقة هو واش كاين هناك تشابه بين عهد الحسن الثاني وبين عهد محمد السادس في العفو الملكي الأخير على مجموعة من السياسيين والمدونين والصحفيين؟ هو بكل صراحة وبكل موضوعية الفرق كبير بين العفو ديال الحسن الثاني والعفو الملكي الأخير، رغم أنه ماشي عفو شامل، لكن يقدر يكون مقدمة في انتظار إطلاق سراح باقي المعتقلين بحال المعتقلين ديال حراك الريف أو حراك جرادة أو النقيب محمد زيان وغيرهم من المعتقلين. لكن باش نعرفوا هذا الفرق لابد أننا نوضع أمامنا الوضع ديال هذه المرحلة تحت المجهر على المستوى الدولي. كاين جوج مستويين، المستوى الدولي والمستوى الداخلي. على المستوى الدولي كانت قضية كوفيد 19 اللي العالم كله خرج منها منهك اقتصاديا وصحيا. هذه الجائحة اللي فضحت الهشاشة وفضحت الضعف ديال الاقتصاديات بزاف ديال دول العالم الثالث ومنهم المغرب طبعا، واللي كشفات على ان وضعيه نصف سكان المغرب فقراء. في الحقيقه الفقر وضعيه قديمه غير كانوا ساكتين عليها لسنوات، والجائحه فرشات هذا الامر. وهذه الحقيقه فضحات هشاشه الاقتصاد واستراتيجيه الاقتصاد المغربي والعبوديه ديالو للاسواق العالميه. وهذه الهشاشه ايضا وهذه الشيخوخه اللي كيعاني منها الاقتصاد المغربي زادت كملات عليها تداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه، خاصة على مستوى المحروقات والقمح. بالنسبة للمحروقات كشفت الجشع وكشفت التوحش ديال شركات المحروقات المغربية كلها كاع الشركات، وعلى رأسها شركة أخنوش اللي استفدت الشركات ديالو بطريقة لا أخلاقية من ظروف الجائحة وظروف الحرب وحتى ظروف الزلزال الأخير ديال الحوز. وغتراكم ثروات خيالية في زمن المرض وفي زمن الأزمات الاجتماعية عن طريق التجارة في صحة المغاربة، احتياج المغاربة للأكسجين. المغرب غيبان في منتهى الضعف وعاجز عن مواجهة الأزمة الاقتصادية بسبب الحرب الأوكرانية الروسية والجائحة وزلزال الحوز. لو بالنسبة لزلزال الحوز لولا الهبة القوية ديال الشعب المغربي جنبا إلى جنب مع الملك في زلزال الحوز اللي باقي لحد هذه الحلقة الناس كينعسوا في العراء بسبب فساد المنتخبين في المنطقة وبسبب فساد السلطات المحلية خصوصا مولاي ابراهيم وبالمناطق المحيطه بمولاي ابراهيم. وهذه المناسبه كنتسناو السيد وزير الداخليه عبد الوافي الفتيس انه يمشي برجلو للمنطقه على غفله ويشوف بنفسه حجم الفساد وحجم المعاناه ديال الناس وديال عباد الله اللي باقا كتعاني. نرجعوا للموضوع ديالنا، فكما بينت جائحه كورونا عن نسبه المغاربه الفقراء، كذلك الحرب الروسيه الاوكرانيه بينات جشع شركات الوقود المغربيه واستغلالهم البشع للمواطن المغربي وفضحات هشاشه الاقتصاد المغربي اللي ما عندوش مقومة التنافسية العالمية بل يعيش بشكل كبير على المساعدات والتبرعات والتجارة التسويقية اللي عمرها ما حققت الأمن الغذائي أو حتى الاكتفاء الذاتي، وهي وضعية صعبة وأكثر من الوضعية اللي كان كيعيشها المغرب في عهد الحسن الثاني. هذا على المستوى الدولي. أما على المستوى الداخلي، ما عمر المغرب جمعات عليه الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحال هذه المرحلة حتى في مرحلة ديال الثمانينات من القرن الماضي، فاش اضطر المغرب يقبل بالإملاءات ديال البنك الدولي ويخضع لسياسة التقويم الهيكلي المفروض عليه. لأول مرة في تاريخ المغرب كتجاوز المديونية ديال البلاد سقف 100 مليار دولار. فين مشات هذه الأموال؟ ارتفاع مهول في معدل التضخم، ارتفاع الأسعار، ضرب القدرة الشرائية للمواطن، انتشار الفقر لدرجة أن المحللين الاقتصاديين قالوا بأن نصف المغاربة فقراء، وزيد على هذا الشيء ارتفاع نسبة الجريمة بنسبة عالية، وارتفاع نسبة الطلاق، غير في 2022 أكثر من 800 حالة طلاق في كل نهار، يعني 300 ألف حالة طلاق في عام 2022، يعني تضاعفات ثلاثة المرات مقارنة بالعام ديال 2019 حسب الإحصائيات. أما عدد السجناء فتقريبا وصلوا ل 100 ألف سجين، نسبة عالية جدا مقارنة مع الدول الأخرى. بالنسبة للتعليم كنشوفوا إغلاق مجموعة كبيرة من المدارس، ارتفاع كبير وخطير في نسبة الهدر المدرسي، تجاوز 664 ألف واحد اللي خرجوا من القراية ما بين 2021 حتى 2022، 664 ألف غير في السلك الثانوي الاعدادي وصل لنسبه 55% اللي غادروا القرايه، بلا ما نتكلموا على الهجره النظاميه وغير النظاميه فحديت ولا حرج. اما الترتيب ديال المغرب في العالم في مختلف الميادين طامه كبرى،
مغرب حرية الصحافة كيتواجد في الرتبة 144، في مؤشر التنمية البشرية 123، في مؤشر جودة التعليم 101، في مؤشر الأمن الصحي العالمي 108، في مؤشر السعادة العالمي 100. كاين مجموعة من المؤشرات العالمية للمغرب ضمن المراتب المتأخرة، الأمر اللي كيبين واقع الضعف الكبير أمام المنتظم الدولي. إذا كان الملك الحسن الثاني وصف حالة المغرب بالسكتة القلبية في العهد ديالو، فإن أقل ما نقول على هذه المرحلة اللي إحنا كنعيشوها بهذه المعطيات اللي قدامنا هي السكتة الدماغية أو تصلب شرايين الاقتصاد المغربي. إخواني المغاربة، كيبان أن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية في غاية الخطورة وفي غاية الرعب، وما كتبشرش بالخير إلا بقات مستمرة الدولة في هذه السياسة ديالها. يعني الشعب المغربي كيعيش حالة فريدة من الاحتقان الاجتماعي والبؤس الاقتصادي، ووصل إلى مستوى غير مسبوق من الحقد واليأس على الحكومة وعلى مؤسسات الدولة. ما بقاتش الثقة، اللي المغاربة فقدوا فيها الثقة. وأنا أقول حذاري من ثورة الجياع، وكما قلنا في هذه الحلقة شوفوا غير نسبة ارتفاع الجريمة وكثرة الانتحارات العلنية والهجرة غير النظامية والحريق في البحار، في أعالي البحار، وكثرة الطلاق وقلة الزواج، خصوصا مع هذه الكارثة ديال مشروع مدونة الأسرة الجديدة اللي بغاو من خلالها يفككوا الأسرة والعائلة المغربية بإملاءات دولية. وزيد على هذا الشيء الهدر المدرسي وغير ذلك من الآفات الاجتماعية الأخرى، ونهب المال العام اللي بالمناسبة وزارة الداخلية كتشن حرب شرسة على ناهب المال العام في مجموعة ديال مناطق المغرب، هناك واحد العديد من المنتخبين برلمانيين أو مستشارين كيتحاكموا باستثناء العاصمة الرباط. أقولها صراحة، باستثناء العاصمة الرباط اللي فيها كذلك برلمانيين فاسدين ناهبين بالأدلة وبالحجج وبالوثائق. علاش باقي ما عرفتش؟ علاش ما تعتقلوش؟ لحد الآن ما عرفتش. السؤال الآن هو لماذا هذا العفو الملكي الآن؟ هذا العفو مزيان، خطوة جيدة، لكن غير كافية من وجهة نظري أيضا. علاش؟ لأن هذا العفو غير شامل، تم استثناء مجموعة من المعتقلين اللي باقين في السجون بحال شباب الرجل حراك ريف كما قلنا وحراك الاجتماعي بالمغرب ككل. ربما لأن الظروف الموضوعية لهذا المعتقلين اللي ما تمش إطلاق صرح ديالهم لم تكتمل بعد، ربما في مرحلة لاحقة، وهذا اللي أراه من وجهة نظري أنه في المرحلة الجاية الغير بعيدة غيكون عفو آخر. قلت غير كافية لأنه لا بد من نشر أجواء كذلك حرية التعبير، لا بد من نشر الإجراءات اللي من شأنها تطفي هذا الاحتقان الاجتماعي والغضب. المغرب عنده كل المؤهلات اللي تجعله في مصاف الدول القوية، لأنه عنده الموارد الطبيعية، عنده الثروة البشرية الهائلة، لكنها منهوبة من طرف عصابة تسمى رجال الأعمال، منهوبة من حكومة مسيطرة عليها رجال الأعمال، حكومة لا تراقب الفساد الإداري ولا تراقب الفساد الحزبي. صحيح أن العفو الملكي على الصحفيين والمدونين بمناسبة الذكرى 25 لعهد العرش هو حدث استثنائي ومتميز في هذا العهد، كيعطي إشارات ودلالات وتطلعات. العديد من الناس تكتبوا على هذا العفو الملكي، منهم اللي رحب به ومنهم اللي بخص من الشأن دياله، لكن صراحة يمكن القول أن العفو الملكي جاء في وقته كخطوة أولى كما قلنا، في وقت ومرحلة قريبة من الموت السريري والسكتة القلبية، وقت كيعرف فيه الملك تحديات اقتصادية واجتماعية وصلت إلى مستوى الأزمة، خاصة اتساع رقعة الفقر وتدني القدرة الشرائية للمواطنين. وباش ما نكونوش عدميين، لابد من الإشارة لمجموعة من الإنجازات المهمة لغيرات وجه المغرب على مستوى البنية التحتية والطرق والمشاريع الكبرى اللي سهر عليها الملك بشكل شخصي في الوقت اللي الحكومة كتغرد في واد آخر، وكان لها الدور الكبير في زيادة الاحتقان الاجتماعي والاضطراب والتوتر اللي تسببت فيه الإجراءات والاختيارات الحكومية الغير شعبية بتاتا، وحتى السياسة الجنائية والأمنية اللي كانت هي من الأسباب وباقة اللي زادت في الطين بلة. وهنا يمكن لنا نقوله أن هذا العفو جاء امتص وخفف من هذا الاحتقان. بلا ما نتكلموا على هذا العفو، واش عفو اضطراري أم عفو اختياري؟ واش عفو جاء بسبب الضغوط السياسية والحقوقية والشعبية أم جاء بمبادرة ملكية خالصة؟ في كل الأحوال بغض النظر على هذه الأسئلة، يمكن لنا إلا لأننا نتمنوا هذا العفو الملكي في انتظار الخطوة الموالية في مناسبة لاحقة، العفو على نشطاء حراك الريف وجرادة والنقيب محمد زيان الذي بلغ من الكبار عوتية انتهاء بمصالحة وطنية وانفراج سياسي واسع وإقالة هذه الحكومة الفاشلة وإجراء انتخابات حرة نزيهة سابقة لأوانها، رغم ضعف الأحزاب السياسية وعدم التأثير ديالها في المشهد السياسي المغربي. حتى حزب من الأحزاب ما قدرش
يدير حتى شي مبادره ديال العفو يقدمها للملك. لكن هذا الشيء اللي عطى الله هذه الساعه وهذا الشيء اللي بغات الدوله في الحقيقه باش نكونوا صادقين مع انفسنا. الى هنا ننهي هذه الحلقه من برنامج مع الحدث، والى حلقه اخرى مع حدث اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.